انا عندنا زوج ترينوات في التلفزه التونسيه، ترين هو كيلو نتاع البونليو سود يقف في كل محطه، وعندنا ترينو اللي هو ترينو الاصلاحات، وعندنا ترينو سريع اللي هو ترينو البرودكسيون. الزوج ساعات ما يتلائموش مع بعضهم، واضح صوره جميله، يلزم يتلائموا مع بعضهم. معناها احنا نخدموا يوميا على هذا، وانتوكا باش ما ننظرش برشا، الموعد باش يكون مع تقريبا لمي ديسمبر، نص ديسمبر او اخر ديسمبر، نكونوا مع اكسي جديد، لوجو جديد، الاخبار في استوديو جديد، لحد الرياضي، البرامج جديدة، يدخلوا بعض المنشطين من برا، لكن في نفس الوقت منشطي ولاد الداز كذلك عندهم برامجهم. اسماء اليوم تكون موجودة هي أسماء الطيب، يسر الصحراوي، يسر الحاج علي، ندى بن شعبان، مراد الفريدي، أبو بكر بن عكاشة، وبعض الأسماء الأخرى اللي ما زلنا نحكيو عليهم ونحكيو معاهم. أسماء معروفة ورنانة جدا. أي ما زلت تحكيو معاهم وين وصلت المشاورات معاهم؟ احنا باش نحكيو معاهم 6:30 نتاع الصباح حتى تقريبا 3 نتاع الصباح باش نحكيو معاهم. نعم وين وصلت المفاوضات مع الأسماء الرنانة سي إلياس؟ والله أنتم ما زلتوا شادين صحيح في الأسماء الرنانة بابا، خاطر ما كلمتهمش الأسماء الرنانة دليرمون. قول لي جعفر أنت وين وصلت زعما المحادثات مع الأسماء هذيا؟ يا خويا تحب نجيك العشية تو نجيك أنا. فهمتني بابا؟ باش نحكيوش بلا الغاز ولا ما نحبش لي برايفت جوك. ربنا زاد من سي جعفر القاسمي، نعتبر انه جعفر ان تري جرون انيماتور دو راديو دو تيلي، وقربنا من جعفر وقاعدين نقربوا من عباد اخرين زاد باش نحاولوا نشوفوا. شوف هي اي تجربه تلفزيونيه راهو فيها بوكو باسيون، فيها برشا غرام، وفيها لقاءات نتاع افكار ونتاع تصورات ونتاع غرام ونتاع خدمه. ولذا ساعات راهو المشاريع تاخذ شويه وقت على خاطر اذا كان حبوها مشاريع